عملية معقدة جدا، الطريق وعرة إلى أبعد مدى، وإن لم يسلمنا ربنا جل وعلا فلا ندري إلى أين ننتهي، ولكن رجاؤنا في الله العظيم الرحمن الرحيم لا ينقطع. هذا الركن وهو الإمامة، الإمامة الصالحة، تجده أيضا عند الروافض، فهم يقدمونه على كل أصل، ومن لا يعتقده عندهم فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة. هؤلاء التكفيريون ومنهم الإخوان المسلمون يقول الخلافة الصالحة وأستاذية العالم، هذا كله من معين المودودي، من كلام هؤلاء الأوائل الذين أصلوا الأصول، ثم جاء من بعدهم فبنى على تلك الأصول وفرع. هذا الركن الذي قال به المودودي إن بنت عليه جميع الأصول والقواعد المنحرفة، وعلى إثرها قام سوق التكفير والتفجير، فجاء من بعده أقوام كفروا طوائف الحكام، لأن الذي يقاتل في سبيل الكافر هو كافر، ووصف ديار الإسلام بأنها ديار كفر، لأن الراية التي تعلوها راية كفر كما يؤصلون. قال سيد فضل وهو من كبار منظري الفكر الحروري الخارجي في المرحلة الثالثة التي فيها القوم اليوم، إن البلاد المحكومة بقوانين وضعية كبلدان